قبل ما اعرفك بنفسي انا عايز اعرفك الاول على حاجه، الخير والبركه، امي ام احمد رقم واحد في الكبده الجملي. باجي الصبح اجيب الكبده من المذبح واجي على هنا هفرز زي ما انت شايف كده واقعد، الزبون بيجيني عايز ربع عايز ثمن اللي هو عايزه انا بقطعه له واديه من الساعه 8 انا قاعد. امتى؟ بقالي 15 سنه. يقولوا ام احمد بتاع الكبده كله عارف كبدتنا بلدي وحاجه نظيفه ومفيده وحاجه حلوه. انا متعامله مع الجزار ما بيذبحش الا انضف حاجه واحلى حاجه، جمال بلدي ونظيف، وهي كلها عموما في كرداسه كبدتنا كلها حلوه. الكبده الجمل دي مفيده للدم والانيميا ولقمه نظيفه، في اي وقت تاكلها مفيده وحلوه يعني. جميله، لو حتى واحد عنده انيميا الدكتور بيبعته ليا ياخد له على طول كبده وطحان عشان هي مفيده للدم والانيميا ولقمه نظيفه. بحط لها فلفل وطاقوطه وتوابل بقى، انا مشكلها كمون وفلفل اسمر وشطه، هي دي التوابل بتاعتي. كبده عباره عن كلوه وقلب وطحان وسمين شويه فيها، واخد بالك؟ وكمان هي رقم واحد عندنا هنا في بلدنا، هي الاكله المفضله لينا، احنا ممكن ناكلها ثلاث مرات في اليوم، في اليوم فطار غدا عشاء، ومفيده جدا جدا جدا، باور عالي لاي حاجه في الجسم، واكله حساسه غير اي اكله، يعني لازم تخلص في نفس اليوم، ما ينفعش تبات، لو باتت باظت، دي الوحيده اللي لازم تتباع طازه. انا بجيبها الصبح من بطن الجمل، يعني اللي انت شايفه ده طازه خالص لسه جاي، واي حد اي حد لسه بيتعرف عليها وجربها وعجبته خلاص ما بيسلهاش، ممكن يبقى عندي هنا كل يوم. كبده الجملي برضه اهم حاجه فيها الخام، الكبده دي خامات، في منها الصومالي والسوداني، اهم حاجه يكون الجبل بلدي عشان الكبده تطلع حلوه، مش اي كبده برضه تتعمل وتتاكل. اخر خمس سنين الكبده اتشهرت، كانت الاول احنا بس اللي بناكلها والضواحي اللي حوالينا ناحيه ابو رواش المنشيه الحتت دي، انما اخر خمس سنين خدت شهره، او اخر 10 سنين كمان خدت شهره عالميه. ناكل على الصينيه، ان الصينيه واخد بالك هي 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 يعني هي الاساس غير الترابيزه. الكبده الجملي، الكبده الجملي لما بتطلع من الصاج طعمها بيتغير شويه، او طلعت في كيس او اتلفت او كده، اهم حاجه انك تاكلها هنا على الصاج بيبقى لها طعم تاني مختلف، وهي راحات كده الخلطه بقى يعني فاهم، هو نفسك في الكبده بالذات الاكله الوحيده اللي هي لازم يبقى نفسك فيها.